السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أولادي أعزاء ومتابعينا. إن شاء الله النهاردة هنبدأ كورس جديد حل exercises chapter بتاعت سات ماث في الكوليج باندا edition 2 not edition 1. عندنا 2 edition دلوقتي، دي آخر وأحدث edition، لسه منشورة تقريبا في last December. هي طبعا متحدثه واسئله جديده في زياده عن الكتاب القديم. ان شاء الله نحاول نحل كل الاسئله سوا باسرع طرق، وكل سؤال ممكن ننوع ان شاء الله في الاسئله بتاعته. بالنسبه للاديشن 1 الفيرست اديشن، لو حد محتاج اي حاجه يبعت لنا على الجروب تليجرام، اشارك الجروب تليجرام تحت كل فيديو ان شاء الله، وبرضو نتشرف بآرائكم، أو أي حد عايز أعيد أي سؤال بأي طريقة مختلفة مش فاهمه برضو يكتب كومنت أو يخش يتفضل على الجروب يسألنا. كمان في الجروب هنلاقي الكتاب PDF Edition يقدر يتعامل معاه وينزله ويشتغل عليه، وهيلاقي كمان كل السورسز اللي محتاجها للأمريكان دبلومة على اللايبري بتاع الجروب بتاع التليجرام سات هيلبر التليجرام. هشير اللينك طبعا زي ما قلت. نبدا شابتر 1 اكسرسايز، ومنتظر طبعا اي تعليقات من حضراتكم، بحيث نطور نعمل افضل ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شابتر اكسرسايز فور شابتر 1. The answer already exists in page 272. بس زي ما اتفقنا احنا نحل كل سؤال بكذا طريقة عشان نفهمه أكتر ونفهم جات منين، ودايماً تركزوا على شورت كاتس أو الطرق السريعة جداً. احنا مش محتاجين ستيبس، حتى في الإيساي بروبلم مش عايزين خطوات. هنكتب الفاينل أنسر في النهاية في التيبل بتاع البابل شيت. في كمان بابل شيت للانسر، مش ان انا اختار الاوبشن، لا، هنعمل حلقه مخصوصه ازاي نحل في البابل شيت ان شاء الله. طبعا السكشن ا كالكوليتر شود نوت بي يوزد هير، ذس اوريدي فروم بريفيوس بيبرز او من امتحانات باست بيبرز، امتحانات حقيقيه لسات قبل كده. ده اول سؤال معانا هنحاول نحله في اقل من دقيقه طبعا زي ما اتفقنا. فال A to power negative half equals 3. الشغل هنا يكون على الباورز، الشابتر كله بيتكلم على الباورز، فهنعمل الباورز all الاوبوزيت ريسبوريكال اوبوزيت للباور ده. يعني ايه ريسبوريكال اوبوزيت؟ يعني نقلبه فليبت يبقى 2 ونعمل اوبوزيت ساين، يعني سوري ذا سيم ساين نوت ريسبوريكال اوبوزيت ريسبوريكال بس ذا سيم ساين، بحيث ان يدينا power of power times. When I drop negative 2 by negative becomes positive Chinese face اللي حد مش عارفه هنستخدمه كتير جدا في الحلول. Divided by هنا معنا negative times negative equal positive like this. Power of power is times. So this is power 3 becomes all power negative 2. So A become power 1 and this become 1 over 3 square, يعني 9th. A equal 9th, answer will be 9th. في طريقة تانية تبقى أطول شوية هنشاركها سوا هي حالا. الطريقة التانية اللي ما فهمش الأولى، A to power negative half equals 3. هنعمل flip لدي، هتبقى A power half equals 3. عملت لها فليب، الباور الفراكشن means root square، لأن ده exponent بالفراكشن يعني radical، radical square ما بنكتبش square هنا طبعا، هتبقى root A تحت ومقلوبة flipping. هنعمل square all now، square here، square here as well، يبقى دي هتدينا 1 over A equal 9. طبعا كاني 9 over 1. flip all، flip right hand side and left hand side، تدينا ايه لما flip all؟ هتدينا ال A equal 9. يا رب تكون وضحت ان شاء الله.
خش على السؤال الثاني. مدينا 2 fraction, fraction 2 power x من denominator 2 power y 2 to power 3 therefore لازم نعمل 2 دي up here when we flip the power the base becomes negative means انا هطلع ده فوق هيبقى 2 power x times 2 power negative y كده بقى common base والباور ار ديفرنت لازم نقاد الباور طب ازاي هقاد الباور هقاد الباور بالنيجاتيف لايك ذيس تبقى 2 باور اكس بلس ماينس واي مينز اكس ماينس واي سو ويل بي ايزي لايك ذيس اكس ماينس واي ايكوال 3 طيب المطلوب اكس ماست ايكوال عايز الاكس ايكوال ان تيرمز اوف واي فطبعا كل اعمله ان هطلع الواي اوتسايد هير يبقى الاكس ايكوال واي وهتيجي بلس 3 طبعا الاوبوزيت ساين هير هنقول قاعده مهمه جدا قبل ما نخش في السؤال الثالث بنعمل حاجه اسمها ترانزيتيف للاوبريشن يعني ايه ترانزيتيف اوبريشن نكتبها دلوقتي هنستخدمها كتير جدا بلس بتعدي الاذر سايد للايكوال ماينس والماينس بلس دي very shortcut methods زي ما عملنا هنا عدينا الماينس ناحية تانية بقت plus وبعدين times بيعدي divide والناحية التانية برضو بيعدي divide الroot بيعدي power up to power root square هيعدي power 2 والعكس طب لو كان cube root cube root هيعدي الناحية التانية power cube B power أو base power cube طبعا B power فتبقى دي اسمها transitive أو opposite operation ونستخدمها على طول مش لازم أقول كل مرة أنا هعمل plus حاجة for all sides أو minus حاجة all sides لأن احنا زي ما اتفقنا مش محتاجين الرول نخش على السؤال الثالث بسيط جدا ما اخدش أكتر من نص دقيقة y power 5 equal 10 هو بيسأل على by y to power 20 y power 20 ازاي تيجي 20 هنا لازم rule the power of power يعني انا عندي هنا حاجة times 5 so we have think about 20 divided 5 equals 4 so it'll be 4 times 5 يبقى انا هنعمل quad power او power 4 for both sides بقت سهلة جدا اهي y power 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 20 خلاص طلعت معانا الباور is number of zeros للباور يعني باور 4 يبقى عندي 4 zeros اذا كانت 10 base والباور digit بعد الزيرو بعدد بعدد الاكسبوننت باور 4 يبقى عندنا 4 zeros يبقى 10,000 answer is D 4 كانت الانسر is A okay هنا الانسر از دي نخش على السؤال الرابع السؤال الرابع عندنا في طريقتين نبدا باسهل طريقه طبعا ان احنا عايزين نعمل الباورز اللي تحت الروتس نخرجها بره فطبعا عشان اخرج من تحت الروتس الرول القديمه جدا بتاعتنا ان انا هخرج بديفايد الباور يعني ايه ديفايد الباور يعني هنعمل اوبريشن از ديفيجن شوفوا كده معايا بالقلم البلو اكس واي الان ديفايدد اوت هعمل الباور ديفايدد الاندكس بتاع الروت هير ويل بي 2 اوفر 4 سو واي هتبقى 4 اوفر 4 تقريبا خلصت خلاص 2 over 4 means what means half يبقى x power half y شو ما خدتش ثواني طبعا خلاص اللي من غير اللي فاهم من غير ما يكمل اختار b بس تعالوا نكمل y تكتب في الاول لان دي بينهم times والroot power الهاف هو root او radical square root square x عشان ايه root square x يا مستر عشان power half convert to be radical sign
اي باور فراكشن لازم يتحول راديكال. اوكي طبعا يبقى على طول نمبر مين؟ نمبر بي. طب في طريقه ثانيه اسهل ان شاء الله، في طريقه ثانيه بس اسهل واطول شويه، تاخد وقت وممكن تلخبط اللي ما بيحبش يتعامل مع الفراكشن. زي ما اتفقنا اخر حاجه نهينا بيها قلنا الروت هو عباره عن باور فراكشن، يعني الروت او راديكال كواد راديكال او راديكال فورس روت يعني 1/4. فباور اوف باور تايمز هنوزع الباور ناحيتين يبقى 2 تايمز كوارتر يعني هاف، 4 تايمز كوارتر يعني جاست واي. برضو هنكتبها بالطريقه دي سريعه برضو حلوه، اللي ما فهمش الاولى يا رب يكون فهم الثانيه، واللي فهم الاثنين برافو، يبقى الدنيا سهله جدا عليه في اي اسئله فيها اي تريك جديده. نخش على السؤال او اي سؤال طبعا، او عيد حاجه، عيد الفيديو كذا مره لو محتاج عيد حاجه، بس ابعت لي او اعمل كومنت او ابعت لنا في الجروب. نخش على السؤال الخامس. السؤال الخامس كتير جدا ما بيحبش يتعامل مع الفراكشن، هنا نضطر نشتغل على الفراكشنز، وهنتعامل ان احنا عندنا كومن بيز اب اند داون، فهنعمل اول وان بيز اند سبتراكت ذا باورز. ازاي؟ تعالوا نشوفها. في النوميريتور هي هتبقى x باور 3 all باور هاف يعني 3 over 2، بس انا بكتب بالتفصيل في الامتحان، ما تكتبش بالتفصيل عشان وقت. فدي باور هاف like this، الخطوه دي اكسترا يكون انتوا عشان تفهموا. this باور كوارتر، باول ستيب هجمع الباورز الباور 4 او اعمل برودكت للباور 4، هتبقى 3 halves 3 over 2 تحت تبقى الكوارتر. الكلام ده كله equal x باور c، عشان عندنا على الرايت هاند سايد x لازم ده يبقى 1x. ازاي 1x؟ سهله جدا، يبقى x واحده طبعا طالما البيس كومن، وده ديفايد، فراكشن از ديفيجن، يبقى نعمل سبتراكتنج للباورز. دي 1 رول من الشابتر 1، في اول بيج في الشابتر شويه رول مهمه جدا جدا لازم نتعامل بيها كده. معايا مين؟ معايا subtracting fraction، اسرع طريقه كومن بيز هنا ان انا اخلي ده 2 باي 2، خلي دي 4 و4، فتبقى واعملها بطريقه ثانيه لان انا عارف في ناس ما بتحبش الفراكشن، هنعملها بطريقه كومن قوي تمشي على كل حاجه. طبعا انا جمعت هنا بقى كومن 4 4 واحده، كومن دينومينيتور 5. دي صارت ازاي؟ بقت x باور c. So we have base equal base، يبقى الباور is the same like power. هعملها بطريقة تانية، طبعا answer is 5 over c. طريقة تانية نجمع الباور سوا كده نجمعها، ودايما بنستخدمها يعني الطريقة دي اللي عدت دي. السؤال خلص طبعا عشان وقت السؤال لازم يكون محدد جدا، وانت بتدرب نفسك او بتدرب نفسك لازم السؤال يخلص في اقل من دقيقة. الطريقة اللي بقدر أعمل بها add subtract لأي fraction هي times the base times the denominators، يبقى عندنا common 8 4 times 8 و 4 product 1 cross multiplication from down to up، يعني مكان ال 1 هيبقى يجي لها 4 times 1 4، مكان ال 2 4 times 1، مكان ال 1 هنا 2 times 1 is 2. The answer will be 2 over 8. Again, we have common denominator here. Okay. هنعمل ايه؟ Sorry، في مشكلة هنا. 3 over 2 not 3 over 2. Sorry، مش half 3 over 2. 4 by 3 is 12. Here 4 by 3 is 12, so will be 12 minus 2 will be 10, 10 over 8. دي طريقة عامة بقدر أعمل بيها add لأني any fractions أو mixed fraction in proper form. هعمل divided 2 divided 2، لازم أتشيك لو كتبناها كمان كده أوكي تمشي في الامتحان، لان احنا بنكتب في الانسر في السات
بنكتب طبعاً x to power 10، أقدر أكتب 10 over 8 في البابل شيت، أشاد على 10، بعدين ما عندهمش 10، ما أقدرش، ما عندهمش 10 في الشيت، ما فيش 10 للأسف، لازم أعمل simplify. يبقى أعمل إزاي simplify؟ الشيت هوريه لكم إن شاء الله في الحصة اللي جاية. يبقى مكتوب عندنا من 0 لغاية 9 كده، وأنا أقدر أشدد على النمبر. يبقى هنا divided to 5 divided to 4 is the same زي اللي فاتت بالظبط، ودي الطريقة العامة لأد fraction. هتقابلنا كتير وإحنا بنحل، إن شاء الله تتعودوا عليها اللي يتفرج على الفيديوهات اللي جاية كتير إن شاء الله. Go to question 6. 6 بيقول لنا 3 to power x equal 10. 3 to power x equal 10. هو طالب مين؟ طالب x minus to power minus 3. All we have to add, I need x here minus 3. طب هنعمل ازاي يا مستر؟ اسهل طريقة ان انا عايز احط جنب دي minus 3، يعني هضرب في times 3 to power minus 3، يبقى هضرب الناحية الثانية 3 times minus 3، بقت بسيطة جدا لأن بيز هنا كومن، x minus 3 خلاص طلعت اهي. طبعا 3 to power negative 3 is 1 over 20 من غير آلة، طبعا لازم أرهركم حالا من غير آلة جت ازاي. الباور النيجاتيف يعني 1 over، عملت فليب وقلبت الساين، 3 times 3 times 3، 3 times 3 9 times 3 27، 1 over 27 times 10. So answer will be C. Okay, answer will be C. برضو إن شاء الله تكون طريقة سهلة وواضحة يا رب. تالي في طريقة تانية إن شاء الله تعجبكم، تبقى سهلة وبسيطة برضو، إن إحنا نعمل plug in هنا أو substitution للvalue of 3 power x. يعني يا مستر؟ يعني أنا هضطر هفصل دي جزئين، هتبقى 3 power x times 3 power negative x. الخطوة دي extra عشان تفهموها، ممكن نعملها مرة واحدة، 3 to power x over 3 power 3. So عندنا خلاص دي أسرع بكتير من الأولى. 3 power x هعمل لها plug in هنا من الجيفن، دي becomes 10. 3 to power 3 لسه عاملينها من شوية، يعني 3 times 3 ثلاث مرات 27. الانسر will be easy. Very very short، ما خرجش مننا حتى 30 ثانية. نخش على السؤال نمبر 7. سؤال نمبر بي عايز تفكير شوية قبل ما نخش فيه، لازم نراجع الرول بتاع الايه؟ البوزيتيف والنيجاتيف باورز. طبعا كلكم عارفينها، بس هنراجعها كده نعمل تريس عليها. لو ده نمبر ايفن فوق في الباور، النمبر تحت الساين تحت حول بوزيتيف، لو الباور او ساين ستيل نيجاتيف في الانسر. طب تعالوا نطبق ده هنا، نعرف الاول مين ايفن ومين مين نيجاتيف ومين بوزيتيف. ليه؟ دي برضو من اسئله هنحاول مع بعض صح كمان نحل باستراتيجيز. يعني ايه استراتيجيز؟ طرق حل سريعه. كان في فيديوهات منزلينها على الاستراتيجيز او الميثودولوجي بتاعت الحل. هو بيقول لنا A و B هنا are positive even integers، يعني هي even، 0 even يعني 0 2 4 وpositive مش negative. يبقى فوق even number positive يعني مش تنزل fraction still integer من فوق، و even يعني B دي even، even هتخلي دي positive، هتخلي دي positive، هو still are even، كله positive لغاية دلوقتي. بس مين greatest؟ طبعا ال B هنا duplicated، يعني دي بقت بوزيتيف، بقت بوزيتيف خلاص، بس دي هتبقى اصغر، دي اكبر، دبل بي. يعني لو كان بي سي مثلا 2، الباور هنا يبقى 4، باور 4 اكبر بكتير من باور 2. هنا 2A و1B هي بوزيتيف زي نيجاتيف نفس الفاليو دي. هنا 2 تايمز A تو باور 2B. ليه ما خدناش دي واخترنا بي؟ أو ليه بي هي اللي صح أكتر من دي؟ ها؟ لأن الـ 2 هنا لما تتوزع يبقى 2 باور 2B والـ A باور 2B. خلي بالنا هنا الـ 2 من غير باور،
الباور على 2AB 2B بس أكيد النمبر ده أكبر بكتير من النمبر اللي تحت ده 2 من غير الباور 2B. يبقى اللي فرق معانا هنا البرينسز أو برينسز هنا فرق كتير جدا. هنا ما فيش برينسز على all before. طبعا الأنصر بقت مين؟ كلهم بوزيتيف أوكي، والأنصر أكبر greatest واحد أو greatest value فيهم هي نمبر B. رب يكون سهلة وواضحة إن شاء الله. دي من طرق إن أنا لازم أتشيك الأوبشنز أو الحلول اللي عندي في الاختيارات وحلها كلها واختار على أساس الـ properties اللي مدهاني فوق. سؤال إيه سهل جدا إن شاء الله ما يلخبطناش. الفكرة كلها إن مدينا 3 variables زي ما أنتم شايفين، الـ X والـ Y والـ Z، وطالب مننا الـ Z بكام؟ الـ value of Z دي بكام؟ هي اللي حل الـ equation على الـ value of Z. طبعاً أنا عندي هنا equation أو relationship between X square و Y cube. أقدر أعمل دي X square؟ طبعاً أكيد لأ، صعب أعمل الـ cube Z square. فأنا أقدر أعمل الـ Y cube؟ أقدر أعمل Y cube. كأني بالضبط هقسم الـ 3 على 3، الـ 9 على 3 تبقى 3، يعني 3 power 3. يبقى الفكرة كلها إن أتشيك الباور بتاع الواي وأقسم الباور الجيفن هنا في السؤال أو السؤال نفسه، هقسم الباور بتاعه الباور واي عشان لما أجي أرجع على أصلها الـ original 3 times 3 equal 9. يبقى 3Z equal، هعمل plug in هنا لمين؟ للـ 3 cube Y cube. فالـ Y cube هيحل محلها X power 2، هيبقى بره كيوب، يبقى خلاص خلصت تقريبا، لان يبقى عندنا باور في باور x باور 6 and x باور 3z base equal base then power equal power here therefore 3z عامله 6 وانتم مامورين طبعا divided by 3 او اعدي الناحيه الثانيه transitive divided 3 يبقى z equal 2. ان شاء الله تكون واضحه. Answer is D. نخش على السؤال اللي بعده. Here in chapter 1 exponents and radicals panda second edition في الexercise of chapter 1 page 14 معانا رقم 9 number 9. عايز ال value of a the same بالضبط زي اللي فاتت، نفس الفكرة بس الاختلاف هنا radical. أول راديكال عندنا نكتبه كده بس عشان ولادي اللي بيتلخبطوا من راديكال. الراديكال كأنه براكت لوحده. يعني إيه كأنه براكت يا مستر؟ يعني أول راديكال كده أخلي ده كده زي ما هو وأخلي X الراديكال شايل كله يبقى باور هاف وستيل X باور A. أنا عايز 2X دول يبقى 1 بيز. طيب إحنا معانا ده كده دوت يعني ملتبلاي ده باور 1، ما بنكتبش ال1 يا مستر. طيب نعمل ايه؟ نخلي ده باور هاف تاني، all باور هاف بقت ابسط اهي. Still we have all x باور a، بس هنا اقدر اعمل common base ودول دوت او product، فانا هعمل بلس 1 بلس هاف يعني x باور 1 اند هاف. بصوا انا خلي بالكم الحته دي لان كله بيتلخبط فيها، 1 بلس هاف لان انا بجمع البرودكت هنا، بجمع التايمز البرودكت بجمع الباور. عرفت يعني بجمع البرودكت؟ بعمل سام للبرودكت. فوان اند هاف بتتكتب كده، ما غلبش نفسي، ما اقعدش اعمل كومن بيز والكلام ده. وطبعا اعملها امبروفر، هتبقى البيز 2 ده تايمز ده بلس 1 تايمز 2 بلس 2 او 3 اوفر 2 هي 1 اند هاف. يبقى كده معانا الرايت سايد از 3 اوفر 2. تمام. طب هو عايز مين؟ عايز نمبر اول. احنا ضربنا اللي بره بس، لسه في جوه تاني يا مستر هنا. يعني انا كل اللي عملته دلوقتي عملت مين؟ عملت 1 اند هاف. في بره هاف هنعملها برودكت باور اوف باور اكس. البرودكت سهل جدا، اللي فوق تايمز اللي فوق في الفراكشن واللي تحت تايمز اللي تحت. يعني على جنب اهي 3 هاف تايمز هاف ايكوال 3 تايمز 1 3 على 4 like this. يبقى اكس باور اي اللي هي على الرايت هاند سايد ايكوال 3 كوارتر.
x power a equal 3 quarter. خلاص خلصت. يبقى الانسر is number B. Letter B is the answer. اللي عايز اي استفسار يبعت لي. في طريقة تانية اورها لكم حالا. نحس انها تبقى اطول شوية. بس التانية اللي يفهمها هتبقى اسرع له. الطريقة التانية هنشتغل left right hand side in the same time. ازاي يا مستر left hand side in the same time؟ هوريكم حالا. الروت هنعمل transitive. سكوير اول او انا اعدي الروت الناحيه الثانيه يا مستر كده سهل لنا. لما اعدي الروت الناحيه الثانيه او سكوير اول معناها ان ده يبقى اكس روت اكس وده هيبقى اكس باور باور 2 اي. كملوا بنفس الطريقه. انا هعمل سكوير اول عشان ايه؟ عشان اطير ده كمان. فالسكوير اول هينزل هنا اكس سكوير ودي هتبقى اكس وده سكوير اول. هعمل كمان ده سكوير اول سكند ستيبس يبقى كده باور باور تايمز 4a. بقت اسهل شويه هربت من الفراكشن. باور 1 هيبقى اكس كيوب هير وطبعا اكس باور 4a. طبعا خلاص كده بيز ايكوال بيز يا مستر ادانا 3 ايكوال 4a. ما هو كده خلصت برضو. ليه 3 ايكوال 4a؟ هنعمل ترانزيتيف لل 4 الناحيه الثانيه تبقى الـ A equal 3 quarter. برضو answer is B. يا رب تكون الطريقة دي أسهل ليكو. واللي عايز يعيدها أو عايزها بطريقة تانية يبلغني أو عايز يعيدها يتفضل يعيد الفيديو آخر دقيقة. نروح لـ question 10. الاكسرسايز كله بالطريقه السريعه لما تحلوها بنفسكم ان شاء الله ما ياخدش منكم حتى تلت ساعه. بس احنا بنطول عشان بنشرح. معانا هنا نفس الرول بتاعه الكومن بيز بتاعت شابتر 1 ومدينا فاليو هنا نعمل لها بلاج ان في الاخر. طبعا دي هتبقى اكس باور 30 كومن بيز يعني تبقى كده اي سي بلس هاد الباور عشان البيز ار كومنز ار ان كومن سو اكس باور 30. طيب ايه اللي هيحصل بقى تاني دلوقتي؟ هو عايز فاليو اوف سي. طب انا عندي اي وبي بيز ايكوال بيز يبقى اي سي بلس بي سي ايكوال 30. All we have to do is take سي كومن ساي كومن فاكتور اون سايد لايك ذيس. Then we have A plus B equal to 30. خلاص. Just we have A plus B is 5. C by 5 equal 30. Transitively 5 by divide 5. يبقى عندنا 6. So the right answer will be 6. هي طويلة شوية بس يعني سهلة فكرتها ومتعارف عليها. ناخد number 11. نمبر 11 بيقول لنا ايه فيها؟ بيز هنا 4 مرفوع to power to n plus 3. بيز هنا 8 to n plus 5. وعايز ال n. انا ما اقدرش اتعامل في الباورز بال n الا اذا كان البيز ار ايكوالز. اخلي البيز ايكوال ازاي؟ اكيد ده بيست أو closest number is 2 to power 2. ال 8 is 2 to power 3. هنخلي مين هنا؟ power of power يعني معانا هنا 2n plus 3 وهنا n plus 5. خلاص خلصت لأن 2 equal 2 power power يبقى times 2 هتضرب فوق 2n plus 3 و 3 هتضرب فوق هتبقى 3n plus 5. للي تاه مني انا كل عملت باور باور تايمز وهشيل دلوقتي البيز اهو لان البيز ايكوال بيز يبقى الباور ايكوال باور. يبقى كل اللي هنعمله دلوقتي ايه؟ هشيل ال 2 وهتعامل بقى فوق مع ال n. يبقى هنا 4n هعمل distribution 4n plus 6 equals 3n plus 15. تمام. عندنا ايه بقى هنا؟
هنودي small to bigger. Smaller one, 3n, go inside 4. 4n transitive, يعني 4n minus 3n. يبقى كده احنا عندنا 1n خلصت. طبعا عشان عايز الn الوحدة اخرج 6 transitive تبقى 15 minus 9. طبعا خلاص خلصت. بقى معايا مين؟ بقى معايا 1n on the left side. 15 minus 6 is 9. So the answer will be D. تمام؟ سهل إن شاء الله. طيب تعالوا نشوف number 12. قربنا عن هيد chapter 16 problem في الشابتر ده بس. برضو number 12 سهلة جدا بس المشكلة إن فيه equivalent فأنا لازم أتشيك الأنسر double and triple check as well. كل اللي عايز يعرف ده زي مين هنا. طيب تعالوا نشوف الفكرة إزاي تيجي بسرعة. أولا هو مين؟ هو fractional form mixed number for power ومدينا 2 برا و3 برا. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة ان انا خلي ده كيوب روت او. تمام. طب ال5 يا مستر راحت فين؟ ال5 خلاص ده fraction بقى ايه؟ بقى radical cube radical. فالباور still power لو برا بالضبط هو هو زي جوه inside like outside here. So I have to put 5 here to be more easier. طيب d cube root فأنا لازم جوه يكون عندي cube root عشان أخرجها بره. Power 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 sorry base common يبقى الباور add. يعني احنا كده ما عملناش حاجة غلط. ليه ما عملناش حاجة غلط؟ لأن النيجاتيف 2 بقت positive 2. دي نيجاتيف باور 3 ستيل نيجاتيف ودي اللي هتخرج بنيجاتيف 2 بره. عارفين الحته دي يعني ايه؟ دايما لو انا عندي روت هنا لو سكوير روت وده تحت روت سكوير بنطيرهم مع بعض او لو ده كيوب وهنا كيوب بيطيروا مع بعض. فطبعا الجيمز كلها هنا فين؟ في النيجاتيف 2. النيجاتيف هتخرج تحت الكيوب هتخرج بالنيجاتيف زي ما هي لان الكيوب هيروح مع الكيوب. كانه عملت بالظبط سيبريت cube root للنيجاتيف 2 باور 2. فطبعا خلاص خلصت هيبقى 2 بره 1 هنا كيوب طبعا كيوب يروح مع دي فستيل انسايد نيجاتيف 2 باور 2 يعني بوزيتيف 4 اكيد طلعت سهله اهي. الانسر ان شاء الله از 12 سوري الانسر از نيجاتيف 2 روت 3. Answer of 12 is negative 2 cube root أو radical 3 لل 4 تحت radical. Answer is A. يبقى 12 الانسر بتاعنا A. تعالوا نشوف رقم 13 برضو سهلة وتعجبكم جدا إن فيها فكرة شوية. كل اللعبة هنا مين؟ على الاكس بس الاكس هنا باينة انها مختلفة. يعني ايه مختلفة يا مستر؟ يعني انا عندي إيه 2 to power x الناحية دي on the right hand side 2 to power x multiply k. طب انا عايز 2 to power x بر عشان اقدر اطيارها not equal 0. 2 to power x not equal 0 I can divide by 2 to power x. خلاص نسحبها من هنا كومن وهي اصغر smallest power we have to get take it out as a common denominator. يتبقى لي جوه مين؟ هيتبقى لي جوه 3 كاني عملت division هنا 2 to power 3 ولما اخدها من هنا اسحبها 2 تبقى 1. طبعا خلاص دي روحت يبقى ال k equal 8 minus 1 يعني 9 sorry 7 2 to power 3 يعني 8 minus 1 7. طب انا هعمل الخطوه دي بالتفصيل لان في ناس هتبقى واقعه مني بعيد عليها من زمان جدا. فالانسر المهم اهم حاجه اعرف الانسر هنا الانسر هنا از سي. اوكي نمبر 13 از سي. تعالوا نعملها بالراحه خالص كده ونرجعها بطريقه ثانيه للناس البسيطه اللي بقى لها فتره ما اخدتش اللي مش محتاجها بليز يجري الفيديو. هتبقى 2 تو باور اكس الناحيه دي الفكره كلها 2 تو باور اكس فنقدر اقسم كل ده 2 to power x هنا 2 to power x هنا 2 to power x قسمت all division all
term, the term term all term is 2 to the power x draw 1 هيتبقى عندنا k الناحية دي دي طريقة أحسن وأسرع إن شاء الله 2 to power x over 2 to power x becomes 1 فهنا بقى هنطلعها فوق بالماينس يعني تبقى كده x plus 3 minus طبعا هي 2 طلعت فوق أو تايمز خليها تايمز زي ما هي dot 2 to power negative x فهنجمع دي هتروح مع دي لان common base هيتبقى لي برضه الناحيه دي 2 to power 3 هتبقى 8 minus 1 الحته دي تاني الحته دي تاني 2 to power x plus 3 over 2 to power x احنا هنطلع ال 2 فوق هتبقى 2 to power x plus 3 times 2 to power negative x طبعا الاثنين زي بعض هنجمع الاثنين x plus 3 minus x x minus x راحت ب 2 to power 3 becomes 8 8 minus 1 7 k becomes equal 7 ان شاء الله تكون سهله وبسيطه عليكم خش على رقم 14 بصوا بقى رقم 14 سهله جدا وبسيطه ما تاخدش 30 ثانيه الرايت هاند سايد هو عايز طبعا ال k باور باور تايمز يعني 12 k طيب الناحيه الثانيه ستيل 5 زي ما هي لازم هي 5 واعمل ثيرد من غير كالكوليتر طبعا تايمز 24 نفكر بعرف التايم تيبلز 3 تايمز 8 يبقى لما بعمل سمبليفاي 24 ديفايد باي 3 ايكوال 8 يبقى يدينا باور 8 خلاص اتحلت ان شاء الله تعالى بقى عندنا مين؟ عندنا base equal base therefore power equal power that means k هتعدي transitive الناحية الثانية 12 يبقى 8 over 12 more طب ما فيش 8 over 12 check الأول answer هنعمل simplify best simplify is divided by 4 divided by 4 تدينا 2 over 6 sorry 2 over 3 تمام؟ تدينا مين؟ 2 over 3 خلاص the option is D ودي أسرع طريقة which of the following is equivalent to 2 مدينا بقى حاجة منظرها number 15 طبعا منظرها يخد شوية 2a over b وعايز يحولها equivalent أول حاجة أعملها أتخلص من fraction في ال power of the exponent becomes radical b كلهم radical b مع عددي أعمل strategy of eliminate أو cancelling اللي مش مظبوط طيب ده كده مدينا كمان إيه ال ال x still جوه هنا power 2a الله ما خلصت يا مستر اهي خلاص نمبر b 1 2 في ثانيه نجيبها يعني في اقل من 30 سكند يعني فطبعا الانسر از 15 معانا اخر كويشن معانا في الشابتر ده مدينا كومنز هنا x باور 2 y باور 3 equal 10 الكومن الثاني العكس x كيوب او x باور 3 y باور 2 equal 8 طبعا عارفين حتة الاوبريشن اون ذا سيم سايد لو اعمل جمع اعمل طرح اعمل ضرب سم سم رايت مع رايت ليفت مع ليفت نفس الحكايه سبتراكت رايت فروم رايت ليفت فروم ليفت بس هنا عايز باور 5 طب باور 5 يجي من ايه؟ لان الاكسز يجي من التايمز انا كده بعمل تايمز الفكره جت اول ما شفت اكس باور 5 واكس باور 2 اكس باور 3 خلاص اعمل تايمز هيطلع كمان اللي جنبها الايه؟ ال y by power 5 as well لان بعمل times يبقى بجمع ال powers the same so 8 times 10 very very simple 80 the answer will be D يا رب تكونوا استمتعتوا بالشابتر ده سهل جدا وفاكهه كده بدايه الكتاب وان شاء الله نكون مع بعض بقى الاكسرسايز الاكسرسايز الطويله نقسمها على كذا سيشن ما نكونش طولت عليكم النهارده ده شابتر 1 كله في باندا وإن شاء الله في حلقة جديدة ناخد شابتر 2
وطبعا تابعوا القناة عشان دايما ارفع لكم الأسئلة الجديدة. اي أسئلة تحطوها في الكومنتس ان شاء الله ارد عليها. زي ما قلت لكم طبعا اشير لكم التليجرام لينك جروب، تقدروا تنزلوا من عليه الكتاب الجديد والقديم برضو، واي سورس انتم محتاجين تسألوا عليه. اشوفكم على خير وعافية ان شاء الله. استودعكم الله الكريم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.